أنا باسم ريح المكتب الوطني ديال المنظمة الوطنية للتعليم الثانوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. هذه المسيرة الاحتجاجية هي بداية مسلسل نضالي احتجاجي أقره المجلس الوطني للنقابة احتجاجا على جميع المخططات التصفوية التي تهدف إلى تفكيك المدرسة العمومية والإجهاز على ما تبقى من التعليم العمومي. ونحن نعرف جيدا وعلى وعي بأن هذه المخططات كلها لا ديال المسائل الاجتماعية ومحاولة الدولة الانسحاب من الخدمات العمومية وخوصصتها تفويتها للخواص هو انبطاح لمقررات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة وتماشيا مع السياسات النيوليبرالية التي تفرضها هذه الصناديق. فالتعليم هو كخدمة عمومية مجانية وكحق أساسي من حقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها المواثيق الدولية نعتبره أن حق مقدس، ونعتبر أن مجانية التعليم في هذه اللحظة التاريخية هي خط أحمر. لذلك قمنا بتعبئة الشغيلة وتعبئة المجتمع من هيئات ونقابات إلى آخره من أجل الاحتجاج للتصدي لهذه المخطط التصفوية. هذه قلنا محطة أولى، وسوف تليها محطات أخرى سوف يتم الإعلان عنها.